الحقيقه انه من ايام كده ابتدى يكون في تغيير في اسعار الانترنت، باقات الانترنت المنزليه على وجه التحديد اتغيرت اسعارها واحنا بنبتدي السنه الجديده. والانترنت طبعا محدش يقدر يستغنى عنه، واحنا اصلا من قبل ما الاسعار تزيد وباقات الانترنت بتخلص عندنا في كام يوم، ونبتدي بقى نقول لبعض مين اللي خلص الباقه، وانت كنت بتتفرج على ايه، وانت لا اصل انت اللي خلصتي الباقه، ونبتدي نشوف احنا بنخلص باقات الانترنت في ايه. ولما تتكلم مع حد فاهم شويه يقول لك ازاي بتستهلكوا كل الانترنت ده، بتخلصوه في ايه، ونبتدي نحاسب بعض على باقات الانترنت. ايه اللي يطول عمر باقه الانترنت جوه البيوت ويخلينا ما نستهلكش كل الانترنت اللي احنا بنستهلكه ده، ويعني ما ندفعش كل الفلوس دي كمان؟ هنعرف دلوقتي من الخبير المهندس احمد طارق، خبير امن المعلومات. مساء الخير على حضرتك يا باشمهندس. يعني لو تقول لنا، هل في سلوكيات معينه، حاجات معينه احنا بنعملها او بنشوفها بتستهلك باقات الانترنت، ودلوقتي احنا كمان محتاجين نركز في ده اكتر بعد ما الانترنت اسعاره زادت؟ مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على السادة المشاهدين. الحقيقي يعني احنا عايزين دلوقتي حل ان ازاي الباقة تكمل معانا لاخر الشهر، لان في ناس برضو بتشترك في باقات الانترنت وما بتكملش معاهم لاخر الشهر، وبيتهموا شركات الاتصالات الكبرى بان هم السبب في ده. ولكن للاسف لما بكشف على موبايلاتهم بلاقي حاجات كتيرة جدا مش مظبوطة، زي مثلا في خطوات كده هنقولها مع بعض، ان في ايقاف جميع النسخ الاحتياطية في تطبيق الواتساب، لان تطبيق الواتساب شغال 24 ساعة في اوقات معينة، بيعمل نسخ احتياطية بياخدها من الانترنت او من الداتا بتاعتك. يعني ايه نسخ احتياطية للواتساب؟ يعني انا عندي كذا واتساب على التليفون، مش فاهم. لا هو واتساب واحد بس يا فندم، ولكن الواتساب ده بعد ما تاخدي منه النسخة الاحتياطية عشان خاطر يكون مثلا الشاتس اللي موجود او الباك اب يعني موجودة، الباك اب بتاعك يكون مرفوع على الجيميل او على اللوكال ستورج او وحدة التخزين الداخلية بتاعت الموبايل. فالنسخ الاحتياطية اللي بتحصل بكل شكل دوري ده بياخد من الباقة بشكل فظيع جدا وعن تجربة، فلازم نخش جوه الاعدادات ونخليها على الواي فاي فقط، مش الواي فاي او الداتا او الداتا فقط، لا نخليها على الواي فاي فقط. تاني حاجة ومهمة برضو جدا، ايقاف تنزيل الصور والفيديوهات التلقائي، لان على الواتساب طبعا لانه في جروبات كتيرة عندنا، فبالتالي طول الوقت الجروبات دي بتبعت صور وفيديوهات، بتحمل بتحمل صور وفيديوهات، فوانت مش عارف اصلا برضو الحاجات دي بتسحب من باقة الانترنت، وممكن تسحب نص الباقة اصلا في عظيم. الشهر كله. انا هدخل اختار الصورة او الفيديو اللي انا عايزها وانزلها. ايه كمان يا باشمهندس؟ بالظبط، ايقاف تشغيل الفيديوهات التلقائي في الانستجرام والفيسبوك. يعني لو حضرتك قاعده على الفيسبوك وبتقلبي تلاقي فيديو اشتغل فجاه معاكي، وده بسبب ان الاوبشن ده اكتر الناس مش عارفاه متفعل داخل اعدادات الفيسبوك، فبالتالي ان الاوبشن ده موجود في الفيسبوك انك تقدري توقفيه عشان خاطر ما يفضلش يسحب من الباقه على اساس شوفي كام فيديو حضرتك بتتفرجي عليه وانت مش عارفه، حتى لو عديتيه الثواني دي بتفرق في الباقه. رابع حاجه موجوده، الغاء جميع البرامج اللي شغاله في الخلف، ودي اهم نقطة موجودة. يعني الموضوع كله مش بس الثلاث شرط اللي هي تحت في الشاشة او انك ترفع الشاشة لو اي او اس من تحت ويجيب لك البرامج وتقفليها لفوق، لا النقطة مش كده خالص. في برامج او ابلكيشنز شغالة في الباك جراوند، البرامج دي شغالة تسحب بطارية وبتسخن الجهاز لانها بتستهلك من المحتوى الداخلي للجهاز، وفي نفس الوقت بتسحب من الانترنت بتاعك، سواء ان انت مشترك في باقة عامة من الات هوم راوتر الواي فاي او باقة عامة على الخط بتاعك. فدي نقطة مهمة انك تقفل جميع البرامج اللي في الخلف، مش بس كده تدخل الاعدادات وتعمل دونت كيب اكتيفيتيز، اللي هي مثلا البرامج اللي في الخلف تعمل لها فورس ستوب لو نظام اندرويد، وتعمل لها الباك جراوند اب تقفله كله لو نظام اي او اس. طيب وايقاف تحديث الموبايل نفسه، ده بقى نقطة هنا منتشرة في الأخبار دلوقتي، وللأسف الشديد أنا حبيت أعلق على الموضوع ده من خلالكم. في ثغرات يا جماعة وفي كلام منتشر بشكل كبير جدا على منصات التواصل الاجتماعي إن الناس ما تعملش تحديثات لأن دي بتسحب الباقة، وإن الناس ما تعملش تحديثات لأنها بتتقل الموبايل. أولا أنت لو ما عملتش تحديث للبرامج بتاعتك أو الموبايل كنظام تشغيل، الموبايل بتاعك ممكن يكون مخترق في أي وقت، لأن في تطبيقات بديلة بتستغل الثغرات دي، فبالتالي دي نقطة مهمة إنك تكون أبديتابل اول باول. فاحنا مش عايزين، يعني انا المفروض اعمل ابديت لتليفوني على طول اول باول، على طول اول ده يحميني من الاختراق. طبعا دي نقطة مهمة جدا، لان منتشر في الصحف الاخبارية برضو انه بيقولوا ان انت توقف التحديث التلقائي للتطبيقات. انا برضو بقول كده، لكن بشرط انك تدخل
تدخل تعمل تحديث لتطبيقات الشات بتاعك والتطبيقات الامنيه بتاعتك كلها من لإلها، لان البيانات بتاعتك مش لازم تخليها سلعه في ايد غيرك. ايوه بس مهندس، بس اكيد هياخد، يعني الناس ما قالتش معلومه غلط، هياخد من الانترنت، هياخد من الانترنت، امال هيعمل التحديث بايه؟ ما انا هعمله بالانترنت. لا يا فندم، في نوعين من الانترنت، في نوع واي فاي اللي هو كده كده انليمتد مفتوح، وقت ما تكون متاح معاك النوع ده سواء في كافيه بره او في اي مكان بره تقدر تدخل وتشبك عليه وفي نفس الوقت تحدث ابلكيشنز بتاعتك كلها. لكن لو انت معاك يعني ايه الكافيه، انا مش دافع فلوسه، يعني انا واخد انترنت من حته، يعني مش في بيتي، خدمه مجانيه يعني. حتى لو في بيت حضرتك في اشتراكات انليمتد، لو اشتراك غير محدود في الانترنت مش باقه محدده في الشهر تقدر تحدث فيها تطبيقاتك، وحتى لو باقه محدده في الشهر، ما ده اللي احنا بنقول عليه يا فندم، ان احنا ما نخليش كل الابلكيشن تتحدث اول باول، لا نختار الابلكيشن اللي احنا بياناتنا عليها زي الواتساب، الفيسبوك، الانستجرام، التيك توك، البرامج اللي هي السوشيال ميديا كلها، نختار التحديثات كلها عليها، وفي نفس الوقت الدنيا بتكون يعني افضل من طيب كده. عايز ارجع مع حضرتك للنقطه اللي احنا كنا بنتكلم عليها، باقات الانترنت سعرها زاد، الناس تعمل ايه علشان توفر في استهلاكها للانترنت؟ حضرتك كنت بتتكلم عن الابلكيشنز وازاي نتعامل مع كل ابلكيشن عشان نقلل استهلاكنا للانترنت. عايز اسالك، هو في ابلكيشنز معينه بتستهلك داتا اكتر من ابلكيشنز؟ طبعا يا فندم، ونقدر ندخل دلوقتي مع بعض ونشوف الموضوع ده، ان احنا ندخل على اعدادات الانترنت نفسها ونشوف اكتر ابلكيشن موجود بيسحب الداتا من عند حضراتكم. يعني اكتر ابلكيشن هنلاقي في الاغلب برامج السوشيال ميديا، وهنا في بقى حلول ان احنا ما نقدر، يعني ازاي نقلل من مصاريفنا حتى في الباقه الشهريه ونختار الباقه المناسبه، لان في ناس بتختار 20 جيجا في الشهر وهي اصلا بتستهلك منها 5 او 10 جيجا فبتدفع فلوس اكتر، وبالتالي احنا لازم برضو نعمل الخطوات دي. لو النظام اندرويد، لو الموبايل بتاع حضراتكم نظام اندرويد، هتدخلوا على الاعدادات وتنزلوا اخر حاجه تحت وتخشوا على حاجه اسمها حول الهاتف او حول الموبايل او اباوت ديفايس، انا بقولها بالعربي والانجليش تمام، وبعد كده هتلاقوا حاجه اسمها بيلد نمبر او رقم الاصدار، هتدوسوا عليها 5 مرات، اول ما تدوسوا عليها 5 مرات هيجي لكم الباسورد بتاعكم تحطوه، وهيفتح لكم خانه جديده بره في الاعدادات اسمها ديفلوبر اوبشن اللي هو وضع المطورين. الخانه دي مش هتكون مفعله في كل الموبايلات الا بالخطوات دي، اول ما تفتحوا الخانه دي تنزلوا عند اخر حاجه في الخانه تحت هتلاقي مكتوب دونت كيب اكتيفيتيز او عدم، يعني عدم الغاء التطبيقات النشطه في الخلف بالظبط كده. اول ما تلغوا الاختيار ده او تفعلوا عفوا الاختيار ده، الموبايل مش هيكون فيه اي ابلكيشن من الخلف بيسحب اي داتا او اي انترنت، يعني بمعنى اصح بالبلدي كده مش هيكون فيه تسريب بيانات في الانترنت. فبالتالي انت كده كده محافظ على الباقه، وفي نفس الوقت عشان تحدد استهلاكك لازم تراقب استهلاكك من اول الشهر لاخر الشهر من الاعدادات بتاعه الانترنت، وموجود انت صرفت ايه، وكمان تحط لك ليميت معين، يعني تقدر تحط لنفسك ليميت 5 جيجا في الشهر وتشوف هتكفيك ولا لا، والشهر الجاي خلاص انت لو على 10 جيجا لا انت هتاخد 8 جيجا لان 8 جيجا هي اللي كفتك، وتسيبك من ال 10 جيجا لان فلوسها اكتر طبعا بال 8 جيجا، فبالتالي هتوفر وفي نفس الوقت هتكون الباقه مكمله معاك لاخر الشهر بعد الخطوات دي بنسبه 100%، واضمن لكم ده لان دي عن تجارب كلها. ولو معاكم نظام اي او اس هتدخلوا على السيتنجز نفسها، وبعد كده هتعملوا في السيرش من فوق على طول من غير ما تدوروا اللي هو باك جراوند اب او كيب باك جراوند اب اللي هي التطبيقات الموجوده في الخلف، لازم تقفلوا كل الابلكيشنز اللي موجوده في الخلف عشان ما تسحبش نت منكم على الفاضي، وتخلص شحن وتقلل في نسبه استهلاك البطاريه كمان، لان الاي او اس مشهور بنسبه استهلاك البطاريه، لو قلت بيرخص سعره، فبالتالي هتكون انت خسرت من ناحيتين. فيا فندم الخطوات دي الناس بتحسبها سهله ومش مهمه، ولكن لما تجربوها هتلاقوا انها فعاله بنسبه كبيره جدا، ولا ما كناش وعينا بيها الناس هنا من خلال شاشاتكم. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا الباشمهندس احمد طارق خبير امن المعلومات، شكرا جزيلا على وجودك معانا.